شفتي يا بنتي يا ناديه؟ المأمور كان هياكلك بعيني اكل. شفت؟ انا هفتحه في الموضوع. ايه؟ ايوه، احنا لسه هنستنى اما يفكر ويخطط ويجي يطلب ايدك. يا عبيطه، المثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. ايوه يا عمتي، بس يعني ما تبسبسيش، اعملي اللي بقول لك عليه يا عبيطه. طب في حاجه عاوزه اقول لك عليها. قولي يا نن عيني. شمس بنت عبد الحكيم مالها؟ حبلها. حبلها؟ وعرفتي منين؟ من واحده صاحبتي. شمس قالت لها وكانت فرحانه على الاخر. تفكري في اللي بفكر فيه؟ البيت الكبير مش لازم يبقى فيه عيل تاني غير ابن ريتال وبس. سمعتيني؟